اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كنرحب بكم من جديد فيديو جديد ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة. وانتم كتشاهدوا جبت لكم فيديو جد مختلف. جبت لكم سيدة اللي غادي تغير المطبخ ديالها من خرابة كما كتشاهدوا معايا الى احدث تصاميم المطابخ الحديثة وبصنع يديها. فغتكتشفوا شي حوايج اللي غتاخذوا افكار المنازل ديالكم بالاجزاء كما كتشوفوا جزء جزء غنشاهدوا معاها وهي كتبني هذا المطبخ. فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر. واللي اول مرة كيشاهد القناة كنتمنى انكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. أيضا ما تنساوش اللايك فهو مهم جدا للفيديو، هكا كتشجعوني وتدعموني يا أغلى متابعين. لهلا خدتكم عليا وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعة والدعم. وكما شفتوا معايا السيدة بدا شنو غدير، اولا غادي تنظف هذا المطبخ اللي كان عباره عن مزبله عن خربه متسخه. فجابت واحد المكون سحري منهم هاد المنظفات اللي شاهدتوها معايا من قبل في الفيديوهات، اللي كتكون هكذا واجده هكذا كتطبقها على الزليج او على الرخامه فكتخليها واحد شويه وكتبدا تحك كما كتشاهدوا معايا. فالنتيجه اللي هي روعه، شوفوا معايا التنظيف بلا جهد بلا تعب، مكون سحري وجد عملي. والناس اللي غيسولوني على هاد البرودويات او اللي كتكون هكذا واجده، فتحنا عندنا في البلاد ديالنا، ولكن بالنسبه لهاد المكونات اللي هي جد رائعه وبواحد البرودويات اللي كتكون مجهده، فغتلقاوهم كيتباعوا في المواقع عبر الانترنت. فمكونات اللي جد عمليه واللي غتنفعكم اكيد. وخليوا لي تعاليق لتحت لتحت وانا غادي نحط لكم الرابط ديال هاد البرودويات اللي بواحد الجوده جد ممتازه اللي غتهنيكم كامل الاوساخ اللي كتكون متراكمه وخال سنين. فما عليكم الا تحطوا لي التعاليق وانا نحط لكم الرابط ان شاء الله. وكما شاهدتوا معايا جابت الاسمنت وكذلك الياجور باش غادي تبدا تبني. كما شفتوا معايا بدات كتحط الاسمنت ومن فوق الياجور وكتعمل فواصل. فشي حاجه اللي غتستعملها كلها بيديها بدون عامل، فهي ما شاء الله شاطره في هاد البناء وفي التصاميم ديال المطابخ. فكما شفتوا معايا بدات كتعمل فواصل على الجدران باش تحصلنا على واحد النتيجة اللي هي باغا دير. كذلك هنايا جابت الرخامة كما شفتوا معايا وبدات كتطبقها، وفي نفس الوقت يعني كتجلس ترتاح وتاخد واحد النفس لان هادشي جد متعب. فالفيديو غا مسرعه، فهي خدات واحد الوقت اللي هو طويل وفعلا كان شاق. كما شاهدتوا معايا جابت كورنيال ديال الحديد وطبقاته كما هكا، ومن بعد كذلك جابت الاسمنت خلطاته وبدات هكذا كتنزل وهكذا بقات كتوزع فيه. فشي حاجه اللي متعبه على المراه لكن ما شاء الله هي جد قويه. كما شفتوا معايا نشف بعد مده، كذلك هنايا حيدت دوك الفواصل وبدات كتبني في الجدران كما شفتوا معايا وكتعمل سيراميك اللي على شكل خشب. فغتبقى على هالطريقة حتى غتكملو، ومن بعد جابت الاخشاب اللي هكذا غادي تقطعهم على حسب القياس اللي خدات بالنسبه للبيبان ديال البوطاجي. كما شاهدتوا معايا كخصهم يكونوا مقاييس جد مضبوطه، فشي حاجه اللي خصها تركيز. ايضا عملت واحد الفواصل كديكور بالنسبه للبيبان كما شفتوا معايا، غتطبقهم كما هكذا وتبدا تلصق وتقطع هكذا باش غتحصل على عده بيبان بالنسبه
ديال البوطاجي. ومن بعد غادي تجيبهم وغادي تبدا تركبهم. كما شفتوا معايا غتبدا تركب جميع البيبان. فهادشي كخصو واحد الجهد واحد القوه كما شفتوا طبقات جوج ديال المجوره كذلك. ومن بعد غادي تمشي تجهز لنا كذلك الرفوف اللي اكيد غتكون حتى هي مصنوعه من الخشب. فخلاتها على هذا الشكل هذا كما شفتوا وبدات كتعمل عده رفوف. كذلك جابت الحوض طبقاته ومن بعد جابت شطابه وبدات كتشطب هكا تحيد كاع الاوساخ اللي كاين كما شفتوا كميه الغبار وديال الحجر والتراب. فهكا تبتت البوطاغاز في مكان ديالها وحطت القرعه من تحت. ومن بعد غادي تعمل ديكورات اضافيات اخرى. فغادي تعمل ديكورات وغادي تعلقهم. اهم حاجه هي انها استعملت كل شيء بيديها وهكا شي حاجه اللي هي زوينه انها ما كلفتش راسها. وما غادي يكون هذا المطبخ مطبخ يعني مصنع يديها بدون تكاليف وبدون مصاريف. فكما شفتوا معايا هنا عملت واحد الغرس في هاد القريعات ديال الزاج وعتعلقهم هكذا كديكور. ومن بعد شوفوا معايا بالنسبه لهاد الشفاط اللي واحد الكميه ديال الدهون اللي بقات لواحد المده اللي عتكون هي طويله تراكمات بهذا الشكل المقرف. وكما شفتوا هاد المنتوجات اللي بهاد البرودويات اللي شفتوا معايا لي هكذا غادي ترش وغادي تسهل عليها في هاد التنظيف ديال هاد الكميه ديال الدهون بدون تعب. شوفوا معايا الكميه ديال الترسبات وديال الدهون اللي كتكون صعيبه باش تنظف. فهاد المنتوج او المنظف القوي فهو هكذا بودره كترشها ومن بعد كتنزل عليها الماء اللي كيكون سخون بواحد الحراره عاليه. وكما شفتوا النتيجه جد عمليه وشي حاجه اللي بصراحه تستاهل اننا ناخذوه ويكون في المنازل ديالنا. فهو كي واحد المنظف اللي قوي بزاف كما قلت لكم وكينظف يعني واخا يكون كميه ديال الصدى او ديال الزيوت او ديال الترسبات او الاوساخ اللي كتكون متراكمه ولو سنين كيزول بكل بساطه. كما شفتوا معايا هنايا نظفت الثلاجه. شوفوا معايا من قبل وكيف رجعات شي حاجه اللي جديده. هكا حصلت على مطبخ من صنع يديها وبديكورات اللي من تصاميم ديالها وايضا نظفاته بواحد الطريقه اللي سهله واللي بدون تعب. وهكذا غتكون حصلت على مطبخ جديد بدلا من داك الخربه اللي كانت عندها معفنه. فهكذا غتبدا تحط لمسات الاخيره من الاواني والاجهزه ديالها. وكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكونوا خديتوا افكار جديده للبيوت ديالكم. وما تنساوش اللايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم على المتابعه والدعم اللي خدتكم عليا يا اغلى متابعين. الى عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات قولوها لي لتحت وانا غنجيب لكم فيديوهات اللي هي متنوعه سواء ديال المطابخ او المنازل او الغرف النوم او تجديد المطابخ ايضا. فما عليكم الا تشجعوني وتدعموني باللايكات ديالكم يا اغلى متابعات ومتابعون. وشكرا لكم بزاف بزاف ولهلا خدتكم عليا. ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.